سلام البنات، جبت لكم اليوم طريقة جديدة ديال البسطيلة، نتمنى تستفدوا منها. نبداو بالمكونات. عندي هنايا كيلو لاروب ديال الكروفيت، وعندي 2 كيلو ديال الميرنا، وعندي كيلو ونص مخلطة ما بين السيبيا والكالامار. انا هنايا استعملت الحوت الابيض اللي موجود عندي، نتوما تقدروا تستعملوا اي حوت ابيض موفر عندكم. عندي هنايا نص حامضه اللي قسمتها على جوج، وعندي 3 ديال الوراق اولا 4 ديال ورقة سيدنا موسى، وشويه ديال الزعتر. غادي نضيفهم لواحد الكميه ديال الماء اللي غادي نسلقوا فيه الكالامار والسيبيا. ودابا على بركه الله غنبداو بالمكونات اللي غادي نشرملو بهم الحوت. عندي هنايا صوص صوجا، وعندي واحد الكميه ديال الزيت مخلطه ما بين زيت الزيتون وزيت المائده على حسب الكميه ديال الحوت اللي عندكم. وعندي نص كاس ديال العصير الحامض، وعندي 2 معالق كبار ديال الهريسه، وعندي 2 معالق كبار ديال القزبور والمعدنوس، وعندي العطريه على حسب الكميه ديال الحوت اللي متوفره عندكم. عندي معلقه كبيره عامره ديال العطريه ديال الحوت، ومعلقه كبيره ديال العطريه ديال البسطيله، ومعلقه ديال الكمون، ومعلقه ديال التحميره، ومعلقه صغيره ديال البزار، وشويه ديال الملحه على حسب الذوق، وضامه ديال الزعفران، ومعلقه صغيره ديال الزعتر، وخمسه ديال الفصوص ديال الثومه. صافي، من بعد ما غلى لينا الماء كندير فيه السيبيا والكالامار. راه ما كياخذش الوقت بزاف في الطياب، تقريبا 10 ديال الدقائق. صافي، وكنحيدوه وكنصفيوه. من بعد ما كنصفيوه كنديروا فيه القشور ديال الكروفيت حتى كيطلقوا النسمه ديالهم، وكنحيدوهم وكنديروا فيه الشعريه الصينيه باش تاخذ لينا ديك النسمه ديال الحوت. صافي، وكنجيب الهاشوار اولا مولينيكس وكنطحن فيه ديك العطريه كامله كيف ما غادي تشوفوا معايا في الفيديو. صافي، من بعد ما طحنت العطريه كنجيب هنايا الميرنا كنفرش ليها بابي كويسون، وكندير فوق منها العطريه وكندخلها للفران. ملي تاخدوها من عند مول الحوت من الاحسن هو ينقيها لكم، حيت كتعذب بزاف في التنقيه. راه كتجي رائعه بزاف بهذه الطريقه، وكتجي شاربه العطريه. صافي، من بعد ما غنساليها غنشعل ليها الفران لتحت والفوق، ومن الاحسن تكون الحراره مجهده باش ما تطلقش لكم الماء. صافي، من بعد ما طاب ليا الحوت غادي نحيدو وغادي ندير بلاصتو القشور ديال الكروفيت كيف ما سبق ليا شرحت لكم. كنديروا مقله اللي غنشحروا فيها الحوت ديالنا بالعطريه، كنديروا فيها 2 معالق كبار ديال الزبده،
من بعد ما كنضيف الشعريه الصينيه كنضيف عليهم لي شامبينيون واغ اللي خليتهم طلقوا في داك الماء ديال الحوت وكنقطعهم بالمقص صافي وكنضيف شويه ديال العطريه وكنحركوا كلشي وكنطفيو على البوطه من بعد ما خلينا الحشوه حتى بردات كنضيفوا ليها الميرنا اللي حيدنا من الفران وفرتتناها مزيان ونقيناها من الشوك صافي وكنبدا نشكل مني بسطيله على هذا الشكل وكناخذوا الورقه ديال البسطيله اللي تكون صغيره ودائما الجهه الحرشه كتكون من الداخل والجهه الملسه كتكون من برا وفي هذا الاثناء كنكون ذوبت الزبده اللي زدت ليها شويه ديال الزيت وكندير زلافه فيها شويه ديال الماء والدقيق باش ما تحلش لينا في الفران وملي كنديروا العماره كنضيفوا لها شويه ديال الفرماج الاحمر
صافي من بعد ما كنساليهم كيكونوا على هذا الشكل هذا. انا واحد الكميه غادي نحتفظ بها في المجمد وواحد الكميه غنطيبها. بالنسبه للناس اللي باغيين يحتفظوا بها في المجمد كيديروا على هذه الطريقه هذه، وضروري ما بين وحده وحده كنديروا السلوفان باش ما تلصقش لينا في الفريكو. فراه كتبقى كيف ما هي، ما كتخسر ما كطرى لها حتى شي حاجه، غير هو ملي تخرجوها دخلوها نيشان للفران. اما بالنسبه للكميه اللي غادي نطيب، درت هنايا واحد الصفر بيضه ودرت واحد شويه ديال الصوص الصوجا، ما تكثروهاش بزاف صافي. وغادي ندهنهم وغادي ندخلهم للفران، كتشعلوا عليهم لتحت والفوق حتى كيشدوا الطياب ديالهم وكياخذوا اللون ديالهم وكنخرجوهم. صافي، وهذا هو الشكل النهائي ديال البسطيله ديالنا كيفاش كيجي. انا رافقتها مع عصير الليمون، غادي نوريكم من الداخل كيفاش كتكون طايبه مزيان. كنتمنى ان هذا الفيديو يكون نال الاعجاب ديالكم، وكنتمنى انكم تجربوا هذه الطريقه حيت فعلا كتجي رائعه ولذيذه بزاف، ما تشبعوش منها. ونتلاقاو في الفيديو القادم ان شاء الله مع وصفه جديده.